والله الأسعار النهاردة اتغيرت من بعد العيد الكبير بنسبة حوالي 60% زيادة، من إزاز لتشطيب لنجارة لدهانات لكل الحاجات دي كلها. وبالنسبة للسفرة كذلك، والأنتريه برضه سفنجات وقماش وخشب، ما كل ده بيعتمد على كذا حاجة. يعني المشكلة عندنا إن إحنا مش الخشب بيخلص خشب، بعد كده يخش بقى في مرحلة الدهان، بعد مرحلة الدهان يخش مرحلة إزاز. كل حاجة بتزيد 30% 20%، كل ده عبء على الزبون. ونيجي نقول للزبون مثلا دي زادت، دي مش عارف ايه، مش متوقع الزيادة دي. يعني الأوضة لو كانت ب 15، النهاردة تزيد 2000 جنيه بقت ب 17. طبعا عشان انا رايح اقول للزبون 21 22، مش مستوعب الكلام ده. كان ممكن ياخدها الأول ب 16، ياخدها ب 15، ياخدها ب 17، لكن النهاردة في زيادة جامدة جدا في حوالي 60%. من اول 17، والسفره كذلك من اول مثلا 18 19، ولحد مثلا 32 اوضه النوم. يعني الحاجه النظيفه قوي تعمل 32000 30. والاطفال من اول 7000 جنيه لحد مثلا 15000 جنيه، على حسب برضو المساحه بتاعتها. يعني في مساحات صغيره بتقل، في مساحه كبيره لو فيها تسريحه بتزيد. والانتريه والصالون بقى على حسب خشب، لو خشب طبعا في زان ابيض، في ناس دلوقتي بتشتغل بخشب شجر، لو خشب شجر طبعا بيبقى سعره تعبان والزبون ما يعرفش الكلام ده. ده بيجي من محمد علي، يعني من اول محمد علي في البيباني كده، في اسعار انتريات مثلا تعمل 4000 جنيه 3000 جنيه، ده بيبقى خشب شجر. لكن الزان طبعا والحاجه المحترمه تعمل 13 15000 الحاجه النظيفه. ما فيش اقبال خالص، ما فيش النهارده عندنا السوق الصراحه، مش ما فيش اقبال خالص، مفيش جواز، مفيش طبعا. طبعا النهارده لما العريس ينزل يجيب الشقه بالسعر الغالي، النهارده هيشتري اوضه النوم بكام، واوضه السفره والانتريه، هيلاقي نفسه لو عايز حاجه محترمه هيخش له في حوالي 100000 جنيه. الاسعار مثلا لو نشوا ترابيزه وكراسي، في مثلا من 9.5 10 11 12 13 على حسب شغل السفره. يعني مثلا في حاجات بتبقى مودرنات اقل شويه، في حاجات فيها ستيل قيم وشغل بتبقى اعلى في السعر، بتختلف مثلا من سفره لسفره على حسب شغلها، حسب المصنعيات. يعني عامه بتبقى زان وكونتر، وفي حاجات زان وكبس. يعني مثلا اسعارها مثلا لو حاجه مثلا فيها داخل فيها ام دي اف بتبقى اقل سعرها من يكون مثلا زان ومكبوس على ابلكاس. مكبوس على ابلكاس وزان احمر طبيعي بتبقى مثلا ايه اسعارها اعلى شويه. الموبيليا عندك فيها اسعار اوض نوم بتبدا من 15، ده بالنسبه اللي عندي. عند الاخرين في حاجات بتبدا باقل من كده بالاسعار، بتبدا من 8 و9 زي ما انت عايز. بتختلف في جودة الخشب، في جودة التشطيب، في ال يعني في شغل المقبض، في النجارة ذات نفسها. يعني أنت عندك مثلا اللي هو أبو 8 و9 دوت، نجارته كويسة بس بتبقى خفيفة شوية، يعني نجارة معقولة للمتناول، اللي هو اللي مش قادر اللي يدفع مثلا 15 16 عايز حاجة ب 9 10 موجودة، بس النجارة بتاعتها بتبقى خفيفة شوية. كذلك الدهانات بتاعتها مثلا بتبقى بني، ممكن تبقى لاكيه. انا بعمل دوكو، دوكو اللي هو دوت زي دوكو عربيات، دوكو السيارات، بتخش فرن الاوضه بتشطب تشطيب ممتاز جدا، بتخرج تشمع وتتهوى، وبعد كده نبتدي ان احنا نشطب فيها، نركب مراياتها، المقابضها، ازازها، الكلام ده كله. في مش كله، يعني في خشب كونتر، يعني في غرفه نوم بتبقى كلها كونتر في كونتر، ودي بتعملها حسب يعني من 13 ل 15، تبقى كلها كونتر في كونتر. في حاجة تانية بتبقى اسمها كبس في قوائم زان. الكبس في قوائم زان ده بيبقى كبس حراري أساسا، بالقوائم بتاعته بتبقى زان، القعدة بتبقى زان، البرنيتة بتبقى زان، ودي من اللي بتبدأ من 15 لغاية مثلا آخرها 19. إنك أنت تقدر كمواطن بسيط، إن أنت مثلا عايز تجوز ابنك أو أخوك أو كده، فبتقدر تلم له عفشه مثلا بالنسبه للنوم، سفره، صالون، انتريه، الكلام ده، ممكن تعمل له الحسبه دي كلها بحسبه 30000 جنيه.